بالرغم من أنه درب الاتحاد والأهلي في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتهى يوم الجمعة، إلا أنه أخباره لا زالت مسيطرة على السوشيال ميديا، وهالشيء مو مستغرب، فالمباراة كانت قوية ومليانة بالأحداث، والأخذ والرد بين الجمهور لم يهدأ أبداً. الاتحاد تربع على صدارة الدوري ب16 نقطة، أما الأهلي فأوشك على كسر رقم أسوأ حصيلة له بعد 7 جولات في تاريخ دوري المحترفين، واللي سجلها في موسم 2010-2011 بسبب خسارته الأخيرة أمام الاتحاد الجمعة الماضية. توقع طبعاً كان كله منصب طبعاً الاتحاد أنه يكسب الأهلي، وبالأخص شايفين ظروف الأهلي طبعاً في الجولات السابقة، يعني يمكن 5 تعادلات وخسارة، فأعتقد كان متوقع شيء هذا طبعاً كمحللين رياضيين وكلاعبين سابقين حتى كجماهير، ولكن بالمستوى الباهت هذا اللي بالنسبة لفريق الأهلي ما زال مستمر. الاتحاد أعتقد أنه منطلق الموسم هذا، إحنا شايفين ما شاء الله يمتلك الآن صدارة الدوري 16 نقطة، الاتحاد عمود فقري طبعاً من الحارس قروهي إلى السنتر أحمد حجازي إلى كريم الأحمدي طبعاً كمحور، وبرضه روما والثاني كرنال اللي جاء في الفترة الماضية، فأعتقد فريق الاتحاد الآن مكتمل بالنسبة لي، ولو أنه يلعب دور رأس حربة ولكن يمتلك الفريق الكامل. الأفراح في مدرج العميد لها عدة أبعاد، الأول الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري، الثاني أن الصدارة جاءت على حساب الغريم الأهلي، أما الثالث فهو فرحة هذا المدرج العجيب. أنا من الناس اللي كنت أعشق الاتحاد بجمهوره، طبعا أعشق الاتحاد عشان جمهور، في جمهور الاتحاد يطربني سواء سابقا لما كنت يمكن أشارك مع نادي الهلال، الآن لما طبعا حتى يوم أمس كنت أبغى أسمع هزيج الاتحاد، يعني جمهور صراحة فعال، جمهور يحث اللاعبين يعطيهم الروح، وأعتبر دائما إحنا نتكلم اللاعب رقم 12 الاتحاد، أنا أعتقد أن جمهور الاتحاد اللاعب رقم 1، فدائما يكون هزيجه الروح اللي يعطيها اللاعبين، فمن الصعب أنا بالنسبة لي كلاعب أي لاعب اتحادي أنه يخسر وراء جمهور زي هذا. وفي أحوال الاتحاد فالفرحة في كل مكان، في النادي، بين الجماهير، مواقع التواصل، ليس فقط من الجانب الاتحادي، بل كانت الإشادات من شخصيات بارزة في الوسط الرياضي. بدايات الاتحاد هالموسم تذكر مدرج العميد بمواسم الحصاد واعتلاء المنصات، ليس على صعيد النتائج فقط، بل حتى في التجانس بين اللاعبين داخل الملعب والأجواء الجميلة في غرفة الملابس. الاتحاد في الموسمين الماضية طبعا احنا كلنا الجميع عارف انه عانى، بالأخص طبعا في المشاكل اللي يمكن عانى منها كلاعبين وكبعض يمكن المراكز اللي كان يحتاجها، احنا شفنا الموسم هذا اكتملت الصفوف بالنسبة لي، ويحتاج الكثير من ناحية انه برضه حيستمر كبطل دوري، يحتاج دكة البدلاء، متى ما كان عندك دكة بدلاء والبنش معناه صح بيكون عندك الاتحاد مستمر، ولكن مشاكل حتستمر في كل الفرق، الاتحاد إذا أراد عليه أن يعمل على دكة البدلاء حتى يستمر.